لم يستطع الرئيس الفلسطيني إخفاء حزنه العميق لرحيل العاهل المغربي. ما في موقف ولا مأزق ولا قضية لفلسطين وللأمة العربية والأمة الإسلامية إلا وكان في صدارتها لحلها أو لدفعها إلى الأمام أو لصناعتها. وأعلنت القيادة الفلسطينية الحداد الرسمي ثلاثة أيام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.